تعالوا هذكركم بقى بمنظر جميل. ديك بيذكر الله. الديك ده ايه حكايته؟ الديك ده اتظلم. اما جت هوجت وموجت انفلونزا الطيور، خدوا عاطل مع باطل، خدوا الطيور المريضة والطيور السليمة الاخرى، خدوها يذبحوها او يحرقوها او غيره. الحملات اللي نازلة دي ما فرقتش بين يعني فرخة سليمة ديك مريض، لحد ما راحوا لمكان الطيور اللي فيه سليمة ما فيهاش حاجة، فأخدوها علشان يعدموها. تفتكروا الديك ده عمل ايه؟ الديك ده لم يجد إلا ذكر الله، لم يجد إلا الاعتصام بالله، لم يجد إلا انه يلجأ إلى الله. سبحان الله العظيم. تعالوا نشوف أو هذا المنظر الطبيعي، والله العظيم طبيعي ولم نتدخل فيه. تعالوا نشوف هذا المنظر لما أخذوه علشان يعدموه، شوفوا هيعمل إيه هذا الديك وقد يبكي الفصيح الأعجمي. شفتوا المنظر؟ يمكن النشيد مخبي عليه شوية. هو المنظر طبيعي جدا، انا هسمعهولكم بقى طبيعي من غير النشيد خالص. يعني يا ريت يا استاذ بطريق تجيب لي اللقطه اللي بعدها علشان وهتلاحظوا ان ربة البيت بتكلم ابنها لما فوجئت ان الديك بي 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 بيذكر اسم الله عز وجل. قالت له صوروا صوروا بسرعه وتعالوا نشوف ونسمع الحوار اللي كان بين الام وابنها. ديك بيذكر الله وقت المصيبة ووقت الابتلاء.